دعني أستقبل نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي في هذه المداخلة. أهلا وسهلا فيك سعادتك دولة الرئيس. اليوم الموفد الفرنسي رح يوصل على لبنان ورح يعمل جولته بخصوص تسهيل تأليف الحكومة. شو الدور اللي رح يقوم فيه؟ وهل هناك أيضا تهديدات بعقوبات إضافية رح تجي مع الموفد للرئاسة الفرنسي؟ أنا لا أعتقد أن المسألة مسألة تهديدات بعقوبات. المسألة مسألة محاولة الفرنسيين متابعة المبادرة المشكورة التي قام بها الرئيس ماكرون حتى تصل إلى نهاياتها السعيدة، وخصوصا لجهة تذكير اللبنانيين أن المحاولات الفرنسية بعقد مؤتمر لجلب المال إلى لبنان من الدول المانحة والمساعدة مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة، وأن المدة القصوى لإنعقاد هذا المؤتمر هو آخر تشرين الثاني، والذي كان من المفترض أن تكون آخر تشرين الأول والتي أجلت بسبب عدم تشكيل حكومة، أي آت لكي يركز على مسألة أساسية هي ضرورة تشكيل حكومة لبنانية، ولكن دولة الرئيس مسألة مركزية لاستمرار البلد وعدم تدهور الوضع. ولكن دولة الرئيس البعض يقول أنه ما لم يتمكن من فعله الأصيل كيف يمكن أن يفعله الوكيل؟ يعني الرئيس ماكرون إجا مرتين على لبنان ما قدر يوصل لحكومة من بعد تمديد المهل اللي كانت معطاة فرنسيا. اليوم شو قادر يعمل باتريك دورال إضافة عن الرئيس ماكرون؟ لا، تحقق قفزة نوعية أساسية. القفزة الأولى أنه تم تكليف رئيس وزراء، وانعقدت استشارات نيابية وتم تكليف رئيس وزراء، ومدخل تأليف رئيس وزارة تكليف رئيس وزارة وخصوصا كالرئيس الحريري يعتبر خطوة متقدمة جدا على طريق تشكيل حكومة في لبنان. الأمر الثاني أنه يجب أن لا نأخذ بالأخبار السيئة دائما، يجب أن نأخذ أيضا ونعلم أن هناك قد نتيجة الزيارات المتكررة التي قام بها دولة الرئيس الحريري إلى فخامة رئيس الجمهورية والذي يتم بالاتفاق معه تشكيل الحكومة وفقا لنص المادة الدستورية، تم الاتفاق على مسألتين رئيسيتين هما مسألة عدد الحكومة، توزيع الحقائب على الطوائف، وبقيت مسألة الأسماء الذي أعتقد أنها ستكون موضوع معالجة هذا الأسبوع، وهذا أمر يجب أن يتم. يعني دولة الرئيس أنت عم بتقول مصلحة لبنانية، يعني حضرتك عم بتقول أنه اتفقوا على عدد الوزراء بظل أنه كمان عم ينحكى أنه من بعد ما يتفقوا على حكومة 18 بيصير في تسريبات محيطة من أصرب عبدة أنه بين 20 و24، وحتى توزيع الحقائب على الطوائف عم بيقولوا بعد ما توصلوا لصيغة نهائية. اعتبري كلامي هو تسريب من التسريبات. يعني انتهوا من هذا، يعني اعتبري كلامي هو حكي من يعني من معلوماتك بتقول انه انتهوا من هالمسألتين. انا لست، اسمعي روانت حبيبتي، انا لست بناقل معلومات، انا علي قول الكلام فقط لغير، وعليك ان تأخذ به او ان لا تأخذ به. هذا الكلام اللي بقول لك اياه، وجهة نظري هي بالتحليل بالاستنتاج، ولا املك اي معلومات على الاطلاق، هو ما سبق وقلته لك في المقابل. دولة الرئيس من بعد العقوبات، انا نائب رئيس مجلس النواب بتحدث، انا مش وكيل، مش مراسل صحفي او مهمتي تسقط الاخبار. لا، دولة الرئيس بس لان صار في تضارب كثير بهذه المعلومات من بعد ما يكون في اتفاق على هذا الموضوع يرجع ايضا. الساحة مفتوحة على كل أنواع التضارب بالأقاويل، الساحة مفتوحة ومتاحة للجميع. برأيك دولة الرئيس من بعد إنزال العقوبات على الوزير السابق جبران باسيل، هل موضوع تأليف الحكومة سيتعقد أكثر، وخصوصا أنه وضعت شروطه على الطاولة من خلال المؤتمر اللي رد فيه على هذا الأمر؟ يعني قال أنه اتصال من الرئيس الحريري أول شيء لازم يكون فيه، لازم يكون فيه تسمية من قبل المسيحيين والكتل النيابية لوزرائهم، وحتى يعني ربط موضوع المداولة الشاملة إذا كانت المالية للشيعة، يعني هن بحق لهم يطالبوا بأي حقيبة تانية.
أولا لا شك أن العقوبات استهدفت شخصية أساسية من شخصيات البلد، لا شك أنني أتفهم الأقاويل التي تتردد حول مسألة إمكانية أن تشكل هذه العقوبات مدخل من مداخل التعقيد في البلد، ولكن وجهة نظري أيضا متواضعة جدا أن هذه العقوبات يجب أن تكون مدخل لدفع البلد باتجاه مزيد من الحلول، ولا أعتقد أن الوزير جبران باسيل يجب أن يقوم بردة فعل باتجاه البلد. ردة الفعل قام بها باتجاه من أنزل به العقوبات عبر الإطلالة المهمة الذي أطل بها على شاشة التلفزي. أنا رأيي الشخصي الذي تفضل به حول وجهة نظره بالنسبة للحكومة هي وجهة نظر زعيم سياسي في البلد، وليست وجهة نظر فارضة الرأي، إنما هي وجهة نظر قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ، لأن الساحة النيابية والكتل الوزارية هي كتل متعددة، والأقل هناك التشكيل يتم حصرا بين فخامة الرئيس وبين دولة الرئيس بصورة أساسية، وتأتي الآراء الأخرى الذي قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. هل هذه الشروط بتشوفها، لأن البعض شافها أنه هي محاولة إحراج الرئيس الحريري لإخراجه وبالتالي تقديم يعني اعتذاره عن تأليف الحكومة، هل هذه الشروط؟ أنا لا أرى أن هناك إحراج. أنا أعتقد روان أنه الرئيس الحريري لن يحرج ولن يخرج، قولا واحدا. الذي أعتقده أنه أي عدم الحل وعدم تأليف حكومة وعدم دفع الأمور للحلول هي تضر بمصلحة البلاد العليا وبصورة خاصة بمصلحة العهد، هذه المرحلة التي تسمى عهد ميشيل عون، لا تسمى لا عهد رفيق الحريري سعد الحريري ولا عهد نبي بري، هو عهد الرئيس ميشيل عون. بسؤال أخير، دولة الرئيس يعني البعض يقول أو الأجواء المحيطة ببيت الوسط بتقول أنه ممكن يقدم تشكيلته النهائية، إما يقبل فخامة الرئيس أو يرفض، وبالتالي الاتصال مع الوزير باسيل ما رح يتم ورح يوضع تشكيلته إما أن تقبل أو ترفض، وبالتالي صرنا أمام الشروط اللي وضعها الوزير باسيل والتكليف بجيبة الرئيس الحريري، وبالتالي نحن هذا الوضع سيتمدد بالأيام المقبلة. أنا أستطيع أن أؤكد أن الحوار مع زعماء الكتل النيابية لا يتم الآن حتى تاريخهما أي منهم، أولا. ثانيا، الرئيس الحريري من مهمته الرئيسية والذي يقوم بها بطريقة مصرة ومداومة على التحاور مع فخامة رئيس البلاد الذي هو الشريك الرئيسي في عملية التشكيل. ثالثا، الرئيس الحريري ليس غاو لا من قريب ولا من بعيد أن يرمي تشكيلة بكنف فخامة الرئيس، بل بالعكس يحاول أن ينضج الواقع بطريقة أن يتفق مع فخامة الرئيس على التشكيلة المناسبة لإدارة البلد بالمرحلة القادمة. وتأتي الزيارة الفرنسية كعود على بدء لتعطاء قوة دفع لما تبقى من نقاط عالقة، وأعتقد أنها ليست بنقاط جوهرية وأساسية. بس بدي تسمح لي بعد بهذا السؤال، هل برأيك أنه العقوبات الأمريكية ستطال أشخاص آخرين بالأيام المقبلة، وهل برأيك التيار باستطاعته أنه يوقف مع رئيس تيار، وخصوصا أنه صار كل فرد مهدد مصالحه ومهدد أيضا أنه يكون تحت وطئة العقوبات؟ أنا لا أدري بالواقع ولست بمطلع على ما سيجري أو ما ستقدم عليه الإدارة الأمريكية سواء بالنسبة للعقوبات أو غيرها، ولكن أنا أسمع كغيري من اللبنانيين وكثر الحديث والشائعات في هذا المجال بأن هناك عقوبات جديدة آتية لمحال. هذا هو الأمر. أما مسألة الطيار ودوره، حسبي بأبناء الطيار أنهم مؤمنين بالطيار وبقيادته.
امبارح بلجنه النيابيه للعلاقات الخارجيه كان في حديث عن انه امكانيه اصدار بيان. البعض قال انه يفضل انه ما يصير في اي تعليق على موضوع العقوبات. حضرتك كنائب رئيس مجلس النواب، هل كنت مع انه يصير في بيان عن هذه اللجنه النيابيه او لا؟ انا لم اكن حاضرا الجلسه لكي أطلع على الأسباب الموجبة التي تفضلت بها كل وجهة نظر، وكلتاهما وجهات نظر مهمة ومفيدة، لو اطلعت عليها لبنيت على الرأي ما يقتضي أن أبنى عليه. شكرا لك دولة الرئيس، دايما هيك تعطينا جرعة من التفاؤل بظل هذه السوداوية اللي عم نعيشها سياسيا. شكرا لهذه المداخلة.